كيف الشخص بيقدر يكسب عضل؟ كثير من الأشخاص بيتجهوا صوب الجيم حتى يعملوا التمارين تيكبروا العضلات تبعهم، وما بيعرفوا إنه إذا تمرنا من دون ما ناكل دايت مناسب للتمرين نحنا ما حناخد أبداً عضل زيادة. لازم نعمل شيء اسمه strength training، يعني نحمل الأثقال، ولكن كمان لازم يكون الدايت تبعنا بناسب هذا النوع من الرياضة. لازم ناخد بروتين بعد التمرين، ولكن مش بس بروتين، كربوهيدرات، لأنه البروتين من دون الكربوهيدرات ما بيتصل جسمنا، ما بنكسب عضل من دون الكربوهيدرات. لذلك ما تخافوا من الكاربز، خدوا بروتين وكاربز بعد التمرين.